كابتن خالد، مساء الخير، ازيك؟ وتحياتي ليك وطبعا كابتن كبير مكتشف، الله كابتن رمضان السعيد والاستاذ علي السيسي، تحياتي ليهم. ربنا يخليك ابو حميد. طبعا كمدربك في اسوان انا فاكر. يعذبني. كابتن احمد، انا حسيت النهارده ان انت كنت عايز تقول رسالتين. الرساله الاولى ان يا جماعه كفايه بقى تعصب، وكفايه فكره ان انا بلعب في الزمالك ما اروحش ماتشات الاهلي وماتشات الكبيره. ونمره اتنين، عايز توجه رساله، انا نزلت مع الرياضيين عشان ارجع النشاط الرياضي، ما نزلتش عشان الاهلي ما يلعبش، انا نزلت عشان ارجع النشاط الرياضي، وده هدف سامي وبنتمناه كلنا. كلامي صح ولا غلط؟ لا طبعا مظبوط طبعا خالد، هو اكتر من رساله والله. طبعا هي الفكره كلها، طبعا اهم شيء ان احنا خلاص بقى نبعد عن التعصب. يعني ده طبعا اهم شيء، ان احنا الامور يعني عايزينها تمشي زي ما الدنيا كلها ماشيه، ان هو كل واحد بيشجع فريقه، كل واحد بينتمي للمكان اللي هو فيه. النهارده النادي الاهلي بيلعب ما بيعتبرش باسم جماهير النادي الاهلي وباسم النادي الاهلي بس، لا بيلعب باسم مصر كلها، ولازم كلنا نبقى واقفين وراه. هتمر الايام واكيد هيبقى نادي الزمالك، هيبقى الاسماعيلي، هيبقى اي نادي من اللي بينافسه، طبعا لازم كلنا نبقى موجودين وراه. فده كان الهدف. على فكره انا عايز برضه، يمكن انا كان موجود معايا طبعا عشان يبقى برضه حقيقه الحق، كان موجود مستر فيرا راجل اثار ان هو يكون موجود. كان موجود الكابتن اسامه نبيه، كان موجود معايا احمد سمير، يمكن احنا طلعنا بعد التمرين على طول. حبينا ان احنا نكون متواجدين تدعيم للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت يا كابتن خالد، ان احنا عايزين بقى خلاص الصور القديمه والحاجات القديمه اللي احنا التعصب بقى زياده عن اللزوم، وان يحصل بقى طبعا تحريض ومش عارف بين الجماهير وبعضيها. خلاص الناس لازم دلوقتي تفكر بقى بعقلها وبقلبها اكتر ما يعني عايزين نلغي التعصب. فدي كانت طبعا زي ما انت قلت، دي كانت تبقى رساله ان احنا نبعد عن التعصب، وان احنا كلنا نبقى ايد واحده. الحاجه الثانيه زي ما انت قلت طبعا، الكابتن رمضان السيد موجود، ان احنا لما بننزل، احنا بننزل مش ضد حد خالص ولا ضد النادي الاهلي، واحنا كلنا طبعا لما حصل الموقف اللي هو كان مع فريق سانشاين، كلنا طبعا كنا يعني طبعا قلنا ان احنا يعني بنعتذر عن ده او العمل ده، كلهم طبعا لعيبه زمايلنا، ولكن يعني احنا لما بننزل هدفنا ان احنا بندافع عن حقوقنا، احنا مش لا ضد جماهير ولا ضد النادي الاهلي، بل بالعكس يمكن النهارده احنا متضامنين معاه، ومصر كلها النهارده متضامنه مع النادي الاهلي، وكل الناس النهارده كان نفسها طبعا ان هم يحققوا نتيجه كويسه. فدي كانت، ده كان هدفنا، ان احنا النهارده بنقول ان احنا يا جماعه بننزل، وكابتن رمضان راجل طبعا بينزل معانا، والناس كلها بتنزل، ان احنا بندافع عن حق لينا بعوده شغلنا، بعوده عملنا، ده اللي احنا كنا بنطلبه. فمش ضد اي حد خالص، بل بالعكس يعني انا النهارده حتى يمكن شكرت بركات على موقفه، ان راجل تضامن مع رياضيين وقال لك حقهم طبعا ان هم يعني ان هم يعني ان هم يعبروا عن حقهم، ان هم يرجعوا لعملهم تاني، وده موقف يعني طبعا يعني يحترم عليه. وان كنا بننظر لعيبه النادي الاهلي ان هم ما يكونوش موجودين طبعا، نظرا انت عارف الحساسيه شويه اللي موجوده لدى جماهيرهم. لا بس خد بالك، لعيبه النادي الاهلي ما كانوش موجودين لانه كان عندهم معسكر في ماتش سانشاين. لا 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 لا، بغض النظر، لان انا طبعا بغض النظر، لان احنا مقدرين ظروفهم طبعا، هم في موقف صعب شويه، وانا مقدر ده طبعا، وطبعا احنا كلنا مقدرين ده. انما اقصد ان بركات النهارده حتى لما اتسال السؤال ده، راجل عبر وكان واخد موقف، لاني انا بركات على قد ان هو انسان مانح وكوميدي والناس كلها بتحب قفشاته والكلام ده، انما في المواقف يظهر فعلا معدون اصيل. طيب كابتن احمد، استاذ علي السيسي عايز اسالك سؤال، اتفضل استاذ علي. كابتن احمد، ازاي حضرتك؟ الحمد لله. كابتن، احنا كل مصر مع عوده النشاط، لكن ما هي الاليه التي يمكن بها عوده الدوري الممتاز؟ انا شايف من وجهه نظري ان عوده الدوري الممتاز امر مش صعب قوي. لو هناك إرادة لدى وزارة الداخلية وأجهزة الأمن لعاد الدوري. لا لا معلش، أنا شايف إن مفيش إرادة في... لا. طب ما الدولة اللي مش عايزة، الداخلية قالت أنا عايزة أمن، والداخلية بتأمن، ما مين اللي أمن النهاردة؟ لا يا فندم، والدليل مين اللي أمن النهاردة؟ والدليل مين اللي أمن ماتشات أفريقيا كلها؟ لحظة بس، أوكي، الدليل أن وزارة الداخلية وزارة الداخلية أرسلت خطابا لاتحاد الكرة أمس بتوافق فيه على تأمين دوريات القسم الثاني والثالث والرابع. صحيح. الدوري الممتاز قالت لا نستنى. مش هي اللي بتقول هي اللي قالت يا كابتن. مش هي اللي بتقول، الدولة اللي بتقول لها تقول. لا. الدولة بتقول لها تقول. لا آسف. اتفضل.
يا استاذ علي، بص انا هقول لحضرتك على حاجه. انت انا معاك، انا طبعا كنت فهمت طبعا ان كان حصل تداخل وكده، فانا ما سمعتش السؤال كويس. انما هي الاليه اللي ترجع بيها، انت انا معاك ان الداخليه عندها استعداد تامن، ما عندهاش مشكله. السيد العام الفاروق وزير الشباب وده ما عندوش اي مشكله، اتحاد الكوره ما عندهاش اي مشكله. هي الفكره كلها ان ياخدوا قرار سيادي بعوده النشاط الكروي، واعتقد ان ده قرار من المسؤولين. لو ده تم، الداخليه ما عندهاش اي مشكله خالص على فكره، وانا بقول لك الكلام ده كابتن خالد على مسؤوليه الداخليه، ما عندهاش اي مشكله خالص. وزاره الشباب برضه ما عندهاش اي مشكله خالص. اتحاد الكوره برضه هو كمان ما عندوش اي مشكله خالص. هي القصه كلها ان الناس تاخد تعليمات ببدء الدوري، اعتقد ان مش هيبقى في اي مشكله خالص. ويمكن في طبعا اقتراحات مطروحه للنظر لضيق الوقت، ان الدوري يتعمل من مجموعتين، وبدل ما يبقى 34 اسبوع هيبقى في خلال هيبقى في حوالي 22 اسبوع، ويبقى في ثلاث شهور يعني يتضغط، يعني بدل ما هو بيبقى سبع شهور او ثمان شهور هيبقى لمده اربع شهور او خمس شهور بس. واعتقد ان دي برضه فكره مطروحه ويرجع بيها الدوري. بس هو على فكره احنا اللي مصعبين الامور. طب اذا كان يا كابتن اذا كان الامر بهذه السهوله ويرجع من مجموعتين، طب ما عملوش ده من شهرين ليه؟ بص يا استاذ علي، ما احنا ما عملناش ده من شهرين، هقول لك طبعا، لاني في شويه الناس يعني ايه بتحاول يبقى في ارضاء، شويه ارضاء ممكن للجماهير، شويه طب نيجي على الرياضيين، شويه ان احنا كمان طالبنا بقى ان خلاص احنا الناس تعبت، وان الناس دي كلها اتاثرت في الفتره الاخيره دي كلها. فانا شايف الموضوع سهل، احنا اللي بنصعب على نفسنا. نعم يا احمد، اتفضل. كده يا احمد، اولا احنا النهارده يا احمد في رساله ايجابيه ورساله محترمه جدا ورساله هايله جدا من جمهور الاهلي النهارده. انا في رايي ان الرساله دي مش داخل مصر، ده الرساله دي للعالم كله، ان فعلا ان جمهور النادي الاهلي النهارده او جمهور مصر عموما النهارده قدم حاجه جميله جدا في مباراه النهارده. مباراه نهائي، والحمد لله رب العالمين المباراه عدت، ما فيش اي مشكله خالص. ده مش التراس، في جمهور. لا انا عاوز اقول حاجه عريض. انا عاوز اسالك سؤال. هسالك سؤال اتفضل. واحمد معانا، سمعنا كابتن احمد. لو النهارده الماتش ده بيتلعب في استاد القاهره بلاش زي ما هو في برج العرب، هيبقى فيه 100,000، والالتراس قالوا احنا مش جايين خالص، وسمحت الداخليه والدوله ان الماتش يكون فيه 80,000، هيجوا 80 ولا لا؟ هيبقى فيه 80,000. هيبقى فيه 80,000. انا هقول لك حاجه، والالتراس مش موجودين اكيد. الالتراس هقول لك حاجه، دي اول مره. اولا هو جزء مهم جدا من جمهور نادي الاهلي، لكن في نفس الوقت احنا بنطالبه دلوقتي ان هو يخش جوه المجموعه. يا جماعه احنا لازم نعرف كلنا، ان القضيه في القضاء، ومحدش هيقدر يتدخل في القضاء. لا حتى اقول لك حاجه، ولا رئيس جمهوريه يقدر يتدخل في القضاء، ولا جمهور نادي الاهلي يقدر يتدخل في القضاء، ولا جمهور مصر. فاحنا دلوقتي انا بطالب من الالترس، الحقيقه جمهور الالترس الشباب اللي هو الجميل اللي كان عمل لنا حاجات جميله جدا، ان هو خلاص يخش جوه المجموعه بقى. كابتن احمد، سمعت السؤال، لو النهارده في 80,000 وانت كنت في الملعب، كان هيجوا ال 80,000؟ كان هيجي طبعا ال 80,000، لان اصلا جمهور النادي الاهلي جمهور كبير يا كابتن خالد. يعني صحيح. مش يعني طبعا زي ما قال الكابتن رمضان، ان جماهير الالتراس طبعا من ضمن جماهير النادي الاهلي، انما 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 جماهير النادي الاهلي جماهير كبيره. لو احنا قلنا مثلا، لو احنا يا كابتن احمد قلنا الالتراس 20 30 40 50,000، جمهور النادي الاهلي بيتعدى ال 40 مليون بالظبط. بغض النظر طبعا، هم طبعا يعني هم ليهم ايجابيات كتير، انما بغض النظر طبعا يا كابتن خالد، الفكره مش في كده. هل هو احنا بس عشان نبقى متفاهمين، احنا الموضوع كله موضوع سهل، واحنا بقول لك اللي مصعبينه، اولا لان المباريات هتلعب على ملاعب الجيش. الحاجه الثانيه ان المباريات هتتلعب بدون جماهير في الفتره الاولانيه، رغم ان زي ما قال الكابتن رمضان ان النهارده جماهير النادي الاهلي ضربت مثل كبير قوي، واعتقد ان ده هيساعد كتير قوي الفتره اللي جايه لتنميه حاجات كتير قوي في الفتره اللي جايه. لان النهارده انت بتثبت اهو ان انت بلد امن وامان، وان الجماهير بتيجي بشكل متحضر وبتيجي بتحضر، مفيش اي مشكله خالص ومفيش اي مشاكل خالص، وجماهير ملتزمه في خروجها وفي دخولها. بس في مشكله يعني احمد، دي هيبقى ليها في مشكله. معلش انا طبعا انا بقول لك احمد انت اصغر مني، ولكن في النهايه طبعا ليك كل التقدير، انت كابتن كبير. طبعا هسالك احمد، في ناس قالت، الالتراس قالوا انا عايز الاهلي يلعب في افريقيا، وراحوا منعوا الرياضيين اللي هم راحوا وحاولوا محتاجين على النشاط. قالوا لهم ايه؟ لا احنا الاهلي ده كياننا، والاهلي هيلعب في افريقيا ويجيب لنا بطوله. وقالوا كمان ان احنا على فكره ما عندناش اي مشكله ان الدرجه الثانيه والثالثه والرابعه يتلعبوا، بس ما فيش دوري. عشان كده الدوله